الطفل جهود محقون البالغ من العمر 4 سنوات من مرض نادر نغز حياته وحياة أسرته المعوزة التي لا طاقة لها بتكاليف علاج فلدة كبدهم، والتي تحلم برؤية جهود يعيش حياة عادية كبقية أقرانه دون معاناة، حيث تتطلب حالته علاج خارج الوطن بعدما عجزوا عن هذا داخل الوطن. لهذا تنشد أسرته ذوي القلوب الرحيمة والجمعيات التكلف بحالته ومساعدته على الشفاء وإنقاذه من حياة البؤس والألام. التغطية لأحمد علي العور. نسكن في صدق نيطرا بأم الطوب ولاية سكيكدا. عندي جود عنده مرض نادر، بداه من صباعو وبدا يطلع حتى بدا ينتشر ويمشي. جيت به في بلايص كل واحد كيف يقول، واحد يقول حساسية، واحد يقول ويرات. حساسية كأم طبعا كي نشوفه كي يلفي ويبكي ويقول يا ماما دودو، حاجة باينة يتقطع قلبي. احنا أسرة على قد حالنا، اللي جود ما يخدمش ما قادرينش على حوالنا، نطلبوا السلطات والناس تقدر تعاوننا، نسيد الرئيس يعاوننا، الجمعيات الخيرية ما قدروش انا بزاف ما عطاوش حل نهائي للمرض هذا، نطلبنا يعاوني تخرجوا لتونس بالك يجرب يشفى. سمحت تشوفوا يديها تشوف حتى تشوفوا يديها.